هذا السائل عبد الحكيم يقول: والدتي تستغفر وتسبح لوالديها لكل منهما 100 مرة في كل يوم ما حكم الاستغفار للوالدين بعد مماتهما؟ شيء طيب الاستغفار للوالدين وللمسلمين، استغفر لنفسه ولوالديه وللمسلمين، هذا أمر مشروع. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا كما قال نوح عليه السلام، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستغفار للإنسان ولوالديه وأقاربه وإخوانه المسلمين الأحياء والأموات أمر مطلوب، ويكثر الإنسان من هذا. نعم.